أولا شكرا على الاختيار هذا الموضوع، لأنه هو موضوع مهم جدا. فنهضروا على العنف الرقمي، ماشي مسألة سهلة. فبالنسبة لي نقدر نقسم العنف الرقمي لصنفين، أو لا نوجهوه للشخص لجوج نوع الناس، الأطفال والناس الراشدين. فالعنف الرقمي ضد الأطفال هو مسألة خطيرة جدا، فلهذا يجب الانتباه للآباء والمسؤولين باش ما يكونش عندنا عنف رقمي ضد الأطفال، لأن الأطفال هما المستقبل، والأطفال هما عندهم براءة وكيستعملوا الوسائل الاتصال بواحد البراءة، وهناك مجرمين وراء هذه الشبكات العنكبوتية اللي هما مختصين باش يقوموا بالإطاحة هذه الأطفال. ولهذا فالآباء اللي عندهم معرفة بالوسائل الاتصال انهم يقوموا بالمراقبه الاطفال ديالهم، اللي ما عندوش معرفه فهم يقوموا بالتقنين او يتصلوا بالجهات المختصه او بالشركات اللي هي مختصه باش تقدر تحميهم وتساعدهم على الابناء ديالهم. بالنسبه للاشخاص الراشدين ففعلا هذه الشبكات العنكبوتيه هي حديثه العهد، وهما ديجا ناس كبارين في السن ما عندهمش درايه الاغلبيه، فهما كيقوموا باستعمال هذه الوسائل بواحد الطريقه ساذجه غالبا، وهنا كيطيحوا في المصيده، وهذه المصيده كتعود عليهم بواحد العنف اللي كتقدر تدمر لهم الحياه ديالهم، المشاريع ديالهم، وتدمر لهم العائلات ديالهم. فانا كناكد على حسن الاستعمال ودرايه بالاستعمال الشبكات العنكبوتيه باش ما نوقعوش في عنف رقمي. وشكرا. أنا رأيي في ظاهرة العنف الرقمي اللي انتشرت مؤخرا في العالم عامة وفي المغرب خاصة كانتشار النار في الهاشم، خصوصا أن بالتكنولوجيا اللي طورت وكل شيء، هذه الظاهرة رجعت ظاهرة خطيرة على المجتمع، بحيث أنها سبت في خراب بيوت، في تشريد أسر، في انتحار، خصوصا حين كيبدا الابتزاز على المستوى الشخصي وعلى مستوى الحياه كامله. كاين الناس اللي طرقت السرقه، كاين الناس اللي وصلت للانتحار. هي ظاهره في الحقيقه ظاهره خطيره وافه اللي خص الانسان يكون عارف هذا الشيء لين كيوصل، وما خصوش يخاف من هذا الشيء ويصارح الناس اللي قرابين منه، حيت الحمد لله كاين دابا المجتمع اللي كي يرافق هاد الناس هادو، كاين القانون اللي كيعاقب هاد الناس اللي كيبتزوا. وما نقولوش هاد الابتزاز كيكون غير ما بين المراه والراجل، يعني كيقدر يكون العكس، المراه كتبتز راجل وكاين راجل كيبتز المراه، وكاين نساء كيبتزوا نساء، وكاين رجال كيبتزوا رجال، وكاين بزاف يعني بزاف الظواهر اللي وصلنا لها اللي ما عمرنا كنا كنسمعوا بها، ولكن دابا انتشرت بواحد الطريقه كبيره. مي كنتحدثوا على العنف الرقمي، اول ما يتبادر للذهن ديالنا هي الوسائل مواقع التواصل الاجتماعي، وفي المقدمه كنوجدوا الهاتف، الحاسوب. اذا هاد الوسائل التواصل الاجتماعي اللي تعملت من اجل خدمه الانسانيه، للاسف الشديد انها تحولت الى اداه جريمه، تحولت الى اداه لتهديد حريه الانسان، بحيث ان اصبحت اداه الانتقام، اداه الابتزاز، اداه الإطاحة بالمستقبل مجموعة الشخصيات، أداة الضرب في كيان الإنسان. وبالأخص كنجدوا هذا العنف كيتمارس أكثر على المرأة، لأن المرأة هشة وكيتم الاستغلال ديالها واحد الاستغلال كبير خلال العنف الرقمي. والحمد لله حنا كنأيدوا المشرع المغربي لأنه وضعوا قوانين اللي كنتمنوا أنها تنزل بصرامة، خصوصا القانون 03/07 اللي أنه كيتعلق بالمس بالنظم الآلية لمعالجة المعطيات والإحصائيات الآلية، واللي في المادة ديالو 3، مادة ديالو 3 اللي أنه وضع العقوبة الحبسية لكل أنه اللي كيدخل للمعطيات الخاصة، وأيضا القانون ديال 13/103 اللي كيمس السب والتشهير والقذف عبر المواقع التواصل
التواصل الاجتماعي وكذا، ايضا التعديلات اللي مست القانون 1447 و 2447 و 3447. اذا حنا اللي كننتظروا هو انه هذه القوانين يعني تنزل بكل صرامه وزجر، لان علاش؟ لان العنف الرقمي اصبح هو الجريمه اللي كتصدر جرائم اخرى، ولان الانسان اصبح ما كيحسش بواحد الاطمئنان في اي مكان، لانه مترصد بالصوره، مترصد بالتسجيلات، مترصد باي حاجه. اذا الجريمه الرقميه هي جريمه ضد الانسانيه. واحد النقطة أساسية اللي بغيت نختم بها ونشير لها ضروري هو أن كل إنسان مهما كان موقعه هو معرض للعنف الرقمي، لأن العنف الرقمي كما قلت وشرت له في البداية إما نتيجة الابتزاز أو نتيجة الانتقام أو نتيجة إطاحة سمعة بشخصية عامة. إذا أنت واحد لن يسلم هذا العنف الرقمي لو ما يكونش هناك قانون زجري أكيد وكنأكد عليها اللي غيزجر مثل هذه الجرائم. أنا بالنسبة لي كشاب كنشوف واحد الظاهره في الفيسبوك ديال الابتزاز الرقمي، يعني حول الفيسبوك او التويتر او واتساب او كذا كاين ابتزازات كثيره يعني كيدوزوها ديال كيعاني منها الشباب والدريات بنات داكشي. يعني كنوجه انا واحد الرساله من عندي، يعني بنادم سواء الشباب او البنات يراقبوا الفيسبوك ديالهم، الواتساب، المسائل، يعني بنادم ما يعطيش كلمه السر او داكشي. يعني المهم بنادم يشوف الاحسن يدير احتياطات وداكشي. وهاد الجرائم الالكترونيه ولات كثيره، يعني لا قلنا ولا بنادم تيخاف يبان في التواصل الاجتماعي او داكشي، او كتخاف يعني بنادم يشوف الاسره ديالهم داكشي وداكشي. يعني ابتزاز ولا خطير. انا بالنسبه لي للاسباب يعني الثقه الزايده ممنوع، يعني سواء الشاب كيدوي مع بنت يعني الصور وداكشي، يعني تحط في شي موقع اللي خايب وداكشي، يعني المهم الثقه الزايده يعني ممنوع.